السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هي أجمل تحية طيبة نهديها لكم أعزائي المشاهدين في كل مكان وعبر قناة كويت سبورت من تلفزيون دولة الكويت. يسعدنا أن نلقاكم من جديد وفي حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم اليومي ما بين السطور لتسليط الأضواء على أبرز وجديد الصحافة الرياضية سواء المحلية العربية وختاما كالمعتاد مع الصحافة الرياضية العالمية. فأهلا وسهلا بكم معنا، بداية مع أبرز العناوين من بعد هذا الفاصل. نبدأ الجولة الصحفية المحلية مع جريدة الأنباء التي عنونت القادسية خلصها بهدفين. أما جريدة الجريدة فعنونت فوز مثير للسامية على الجهراء ارتقى به إلى قمة التصنيف. من جديد مشاهدينا نجد لكم التحية والترحيب، ونبدأ هذه الجولة الصحفية مع الصحافة المحلية وتحديدا من جريدة الأنباء التي طالعتنا في العنوان القادسية خلصها بهدفين. أنهى القادسية قمته مع الكويت بنجاح وخرج فائزا 2-1 في المواجهة التي جمعتهما على استاد جابر الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة لدوري STC التصنيف، وبهذا عزز الأصفر رصيده ب 18 نقطة في حين بقي الأبيض على رصيده السابق باثنتي عشرة نقطة. بالتأكيد الهدف الثاني للكابتن الظفيري لاعب من القادسية في مرمى الكويت يعتبر من أجمل الأهداف اللي شاهدناها في دوري التصنيف. نكمل معكم مشاهدينا في أجواء الصحف الرياضية المحلية وهذه المرة مع جريدة الجريدة ونقرأ من خلالها في العنوان فوز مثير للسالمية على الجهراء ارتقى به إلى قمة التصنيف. حقق السالمية فوزا مثيرا على حساب الجهراء بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما أمس على استاد محمد الحمد ضمن منافسات الجولة التاسعة لدوري التصنيف لكرة القدم، وبهذه النتيجة رفع السالمية رصيده إلى 18 نقطة في حين توقف رصيد الجهراء عند 10 نقاط في المركز التاسع. بالتأكيد مع مباريات الأمس نتمنى تستمر هذه المنافسة والإثارة في دوري التصنيف إلى أبعد من ذلك. بعد الانتهاء من جولتنا المحلية نذهب لفاصل قبل الاطلاع على أبرز العناوين في الصحف الرياضية العربية. نبدأ مع صحيفة الرياض السعودية التي عنونت الأهلي يتخطى الفيصلي والوحدة يعود بالباطن وتعادل التعاون والاتفاق. أما في الرأي القطرية جابي يعلن اعتزاله. أكون من جديد مشاهدين مستمرين معاكم في أجواء الصحف الرياضية وهذه الجولة مع الصحافة العربية وبدايتها من الرياض السعودية والتي عنونت الأهلي يتخطى الفيصلي والوحدة يعود بالباطن وتعادل التعاون والاتفاق.
تجاوز فريق الأهلي عقبة الفيصلي وفاز عليه 2-1 مساء أمس الأحد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وتنفس الوحدويون الصعداء في الدوري بعد أن عاد فريقهم إلى طريق الانتصارات على حساب فريق الباطن، ووضع الاتفاق حدا لخسائره في الجولات الأربع الماضية بعد عودته من القصيم بنقطة التعادل مع التعاون. أما في صحيفة الرأي القطرية والتي عنونت غابي يعلن اعتزاله، أعلن غابي هرنانديز نجم السد وأتلتيكو مدريد السابق اعتزاله كرة القدم، ووضع نهاية لمشواره الكروي الذي امتد لما يقارب من 20 عاما. وكان السد أعلن رحيل غابي عن صفوفه في شهر يوليو الماضي بعد موسمين كان خلالهما قائدا للفريق وحقق مع السد أكثر من بطولة. أكيد كل الأمنيات للكابتن غابي هرنانديز في حياته العلمية والعملية، كذلك صحفنا المحلية والعربية لهذا اليوم. انتهت مشاهدينا، من بعد الفاصل نواصل في الصحف العالمية وقبل ذلك مع أبرز وأهم العناوين. بداية مع صحيفة الديلي ستار، اليونايتد ملك الريمونتادا. وفي صحيفة المترو، سجل مميز سبيرز خارج أرضه. أما صحيفة الماركة فعنونت الفرنسي يستعيد نفسه برقم مبهر. أما في الصحف الإيطالية وتحديدا مع توتو سبورت الإيطالية، أروزونيري يعاد رقمه القياسي. وفي صحيفة كوريري، إنسيني يقتحم قائمة عظماء نابولي. حياكم الله من جديد مشاهدينا، قبل الدخول في أجواء الصحف الرياضية العالمية باسمكم مشاهدينا الكرام نرحب بالأستاذ والإعلامي الرياضي الأستاذ ناصر الفضلي للتحليل والتعليق على أهم الأخبار الواردة في الصحافة الرياضية العالمية تحديدا. حياك الله معي أخوي ناصر، سعداء بهذا التواصل معك ونشكر لك بالتأكيد قبولك دعوة حلقة اليوم. شكرا جزيلا، وأنا أسعد أخوي سعود وبالتوفيق إن شاء الله أجمعين. نبلش معك أخبارنا العالمية بإذن الله، ومعكم مشاهدينا ننطلق في هذه الجولة العالمية مع صحيفة الديلي ستار والتي عنونت اليونايتد ملك الريمونتادا. حقق مانشستر يونايتد عودة مثيرة بعدما قلب تأخره بهدفين إلى انتصار بنتيجة 3-2 أمام ضيفه ساوثهامبتون بالجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز. وبحسب أرقام أوبتا، بات كافاني ثاني لاعب يساهم في تسجيل 3 أهداف بمباراة واحدة في البريمير ليج كلاعب بديل، وذلك بعد مدربه الحالي سولشاير والذي سجل بدوره 4 أهداف أمام نوتنغهام فورست في فبراير من عام 1999. وبات اليونايتد أول فريق في تاريخ البريمير ليج يتمكن من الفوز ب4 مباريات متتالية خارج أرضه بعد التأخر بالنتيجة، كما حقق الشياطين الحمر 8 انتصارات متتالية خارج أرضه في الدوري للمرة الأولى. رجعنا معكم مشاهدينا وأول أخبارنا في البريمير ليج، وبعد ما نجدد التحية والترحيب للأستاذ الإعلام الرياضي الأستاذ ناصر الفضلي. أستاذي، تعليقك على هذه الإحصائية لمباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون. في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا تحقيق مانشستر يونايتد إلى الفوز الثمين على ساوثهامبتون أعتقد أن يعني هو سلسلة للنتائج الإيجابية اللي حققها فريق الشياطين في الفترة الأخيرة. إنك تتغلب على ساوثهامبتون أعتقد إنه مو شيء سهل. ساوثهامبتون طبعاً تم تأخر بهدفين،
ساوثهامبتون اخر سبع مباريات ما يعني ما تعرض للخساره. نعم. زائد انه هو الفريق اللي وضع حد لسلسله انتصارات ايفرتون. نعم. في بدايه الموسم اربع انتصارات، كانت اول خساره ل كتيبه انشيلوتي امام ساوثهامبتون بهدفين. الفوز وضع مانشستر يونايتد على مغربه من فرق الصداره يعني 16 نقطه، في حال حقق الفوز له مباراه مؤجله فيها حقق الفوز فيها راح يكون 19 بفارق نقطتين عن ليفربول وتوتنهام برصيد 21 نقطه لكلا الفريقين في القمه. انا اعتقد ان مانشستر يونايتد يسير في الطريق الصحيح، قد يكون وجد ضالته في راس الحربه كافاني وهو متقدمه في السن. لما تلعب في طريقه 4 4 2 او 4 5 1 4 2 3 1 تحتاج راس حربه متمكن، راس حربه على قدرات عاليه، تركيز ممتاز في انهاء الهجمات. نعم. لو حسبنا رؤوس الحربه على مستوى العالم اعتقد هم غلائل، يعني منهم الاورجوانيين كافاني وسواريز متقدمين في السن. نعم. نعم. ايضا لا ننسى ابراهيموفيتش، كذلك هالاند في دورتموند. فاعتقد رؤوس الحربه اصبحت قد تكون عمله نادره، لكن كافاني امس اثبت انه فعلا هو ما يحتاجه مانشستر يونايتد. نعم كان مارشال، لكن مارشال ما اعتقد انه راس حربه، كان يلعب الشمال اكثر. نعم. كذلك لوكاكو في السابق كان مع مانشستر يونايتد، انا اعتقد ان لوكاكو ليس براس حربه صريح، لاعب مهاجم ممتاز لكنه ليس راس حربه. نعم. في الامس صراحه تابعنا مباراه مانشستر يونايتد عاده بقوه. نعم. في الدقائق الاخيره انك تتخلف بهدفين وتعود بثلاثة أهداف. صحيح. كافاني أسست وهدفين، أعتقد أن عمل كبير كان لبرونو البرتغالي خلف. صحيح. رأس الحربة. نعم. كذلك فان دي بيك الهولندي لاعب ممتاز في بناء الهجمة. لا أنسى أنا شخصيا أحب أتكلم عن لاعب فريد البرازيلي، لاعب محور ممتاز، لاعب يجيد التمرير، لاعب يجيد التغطية أمام المدافعين، كذلك عملية الربط بين الدفاع والهجوم أيضا ممتاز في عملية التمرير للكرات الأمامية. بشكل عام تمريراته في الغالب تكون سليمة ممتازة وأحيانا تكون قاتلة، مجهودة جدا وافر في وسط الملعب. كمان معك أخبارنا في الدوري الإنجليزي ومعاكم مشاهدينا، وهذه المرة مع صحيفة المترو والتي عنونت سجل مميز لسبير خارج أرضه. خرج توتنهام بنقطتين ثمينة أمام ضيفه تشيلسي بعد تعادل فريقين 0-0 في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز. وفقا لشبكة إحصائية أوبتا فإن توتنهام جمع 13 نقطة من خمس مباريات خارج أرضه أو خاضها خارج أرضه هذا الموسم، ليصبح ثاني أفضل سجل سبيرز في الدوري بكافة مسمياته، حيث تمكن من جمع 15 نقطة من أول خمس مباريات في موسم 1960-1961. كما ذكرت شبكة سكاي سبورت بأن توتنهام تمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في ثلاث مباريات متتالية بالدوري خارج أرضه للمرة الأولى منذ عام 2013. وما زلنا مستمرين معكم مشاهدينا في أجواء الصحف الرياضية العالمية وتحديدا عن الدوري الإنجليزي، الدوري الأجمل والأمتع، مع الأستاذ الإعلام الرياضي الأستاذ ناصر الفضلي. أستاذي، رأيك في هذه الإحصائية مورينيو وتوتنهام؟ بصراحة طبعا حال توتنهام مع مورينيو أفضل من إلى الآن، يعني نعم. أفضل هو نعم. متصدر البريمير ليج، أعتقد خمس مباريات خارج الديار، تعادل وحيد وأربع انتصارات، هذا سجل ممتاز للسبيرز. نعم. اعتقد ان مباراه الامس كانت فيها صعوبه ونديه، قمه البريمير ليج المتصدر يعني توتنهام المتصدر وتشيلسي الثالث تقريبا في جدول الترتيب. نعم. اعتقد ان حسابات لامبارد مدرب البلوز كانت افضل من حسابات الاسباني غوارديولا اللي لعب السيتي مع. نعم. توتنهام. الشوط الاول شاهدنا ان تشيلسي ما قامر في الهجوم. نعم. لعب بتحفظ لان كان يعلم ان قراءته لمورينيو وطريقة مورينيو ان الدفاع القوي والصلب والاعتماد على الهجمات السريعه المرتده عن طريق سون وكين، هذه النقطه وضعها لامبارد في الاعتبار. نعم. لذلك ما غامر في البدايه نفس غوارديولا اللي. نعم. تقدم كثير فريقه في لعبه السيتي وتلقى هدف في الجيم الاول. صحيح. عكر حسابات المدرب الكتالوني وبالتالي تلقى هدف ثاني رغم انه حاول ادراك التعادل وحاول انه يتقدم بالهجمه لكن ما قدر. انا اعتقد ان حسبه لامبارد امس كانت ممتازه انه ما غامر في التقدم والمساحات لتوتنهام. نعم. المباراه كانت شبه مغفله طبعا، الشوط الثاني زاد
سيطرة تشيلسي دون فعالية. يعني تخيل لو أن تشيلسي كان تلقى هدف بالجيم الأول كانت الضغوط تزيد على اللاعبين نفس ما حصل في سيناريو لعبة توتنهام والسيتي. ولذلك أنا أعتقد أن قمة انتهت بنتيجة سلبية لكن إيجابية للمدربين. أنا أعتقد أن مورينيو ولامبارد رضي بنقطة التعادل باعتبار أن الفريقين متنافسين على الصدارة، وفي حال أنك خسرت ثلاث نقاط لصالح المنافس فهذا مو من صالحك. أعتقد أن مورينيو قبل ورضي بهذه النقطة، وكذلك الحال ينطبق على لامبارد. مع تذبذب مستوى ليفربول وتراجع السيتي، هل توتنهام سبيرز تحديدا قادر على حصد اللقب في هذا الموسم؟ كل الاحتمالات واردة للآن. من المبكر الحديث عن بطل البريمير ليج. حظوظ الفرق كلها متوفرة، سواء ليفربول، مانشستر سيتي، تشيلسي، وأيضا توتنهام، جميعهم لهم حظوظ، حتى مانشستر يونايتد. ذكرنا أن مانشستر يونايتد يملك 16 نقطة ولا مواجهة مؤجلة، في حال انتقل فيها راح يكون 19، راح يدش مع القمة أيضا. صحيح، وهذا ما يضيف كثير من المتعة أكيد، والقوة والإثارة والندية والحماسة المحبين للدوري الإنجليزي. نكمل معك سادي في أخبارنا الرياضية العالمية، وهذه المرة مع صحيفة الماركا والتي عنونت: الفرنسي يستعيد نفسه برقم مبهر. بدأ الدولي الفرنسي أنطوني غريزمان نجم برشلونة في التوخج مع الفريق الكتالوني مؤخرا بعدما ساهم بقوة في الفوز برباعية نظيفة على أوساسونا في الجولة 11 للليغا، وتمكن غريزمان من تسجيل هدف وصناعة آخر أمام أوساسونا في اللقاء الذي احتضنه ملعب الكامب نو. وبحسب شبكة أوبتا الإحصائيات فإن غريزمان سجل ثلاثة أهداف في مبارياته الأربع الأخيرة بالليغا، وهو نفس عدد الأهداف التي أحرزها في 25 مباراة سابقة بذات البطولة. نكمل معكم مشاهدينا في أجواء الصحف العالمية، وآخر الأخبار هذه المرة مع الدوري الإسباني ومباراة برشلونة وأوساسونا. سادي، ما هي أسباب تألق الفرنسي غريزمان في آخر مباريات برشلونة؟ بصراحة أنا أعتقد أن توظيف اللاعب من مدرب إلى مدرب اختلف. أنا أعتقد أن غريزمان طبعا في البداية قبل التعاقد مع غريزمان، أنا في برنامج ذكرت أن في علامة استفهام حول التعاقد مع غريزمان، خصوصا أنه يلعب في نفس الأماكن اللي يلعب فيها ميسي، وبالتالي هو مو أفضل إمكانات من ميسي، فكان عليه علامة استفهام على التعاقد مع غريزمان، وذكرنا هذا الكلام في حلقات سابقة. لكن أنا أشوف أن توظيف المدرب اختلف. يعني مع فالفيردي مثلا كان يلعب سواريز رأس حربة وميسي خلف رأس الحربة، أربعة وسط أحيانا يشرك غريزمان كوسط شمال ويقوم بأدوار دفاعية، وبالتالي اللاعب اختفى. مع ستين اللاعب ما كان يشارك كثير. مع كومان أنا أعتقد أن المدرب الهولندي بدأ بمنح صلاحيات هجومية أكثر لغريزمان مع برايث وايت، وهذا تابعناه في لعبة دينامو كييف اللي تغلب فيها برشلونة برباعية، وشاهدنا لمسات غريزمان، وكذلك في لعبة أوساسونا أمس أيضا برباعية شاهدنا غريزمان اللي هو لاعب أتلتيكو مدريد، وغريزمان أيضا لاعب منتخب فرنسا. السر أن كومان أعتقد أنه بدأ يوظف اللاعب بالطريق الصحيح، بدأ يمنح غريزمان المهاجم الفرنسي صلاحيات هجومية أكثر. وجود برايث وايت كرأس حربة، صحيح برايث وايت ليس هالند، ليس كافاني، ليس سواريز، وليس إبراهيموفيتش، لكن في مركز رأس الحربة أعتقد أن هذا يشغل المدافعين ويخفف من الحمل على غريزمان كصانع لعب أو كغائد للهجمة. طبعا ميسي كان هو غائد الهجمة الأول في برشلونة. الآن كومان وضع ميسي كبديل في قيادة الهجمة، متى محتاج البرشلونة ميسي يكون موجود. غريزمان حصل على صلاحيات أكثر في اللعبتين الأخيرتين، ووجدناه متميز. لعبة أوساسونا أمس لافت أن كل الفرق لما تلعب أمام برشلونة أو أمام الأرجنتين، خاصة فرق منتخبات أمريكا اللاتينية، تلاقيها تضيق المساحات وتعمل تقفيلة أمام مفاتيح اللعب، خصوصا ميسي. في الهدف الأول شاهدنا ميسي هو اللي فتح هذه الطلاسم. صحيح. بالتمريرة الأسيست اللي ما قبل الأسيست. صحيح. اللي وضعها حق ألبا، ضرب فيها أربع مدافعين مع لعيبة الوسط الخمسة. صحيح. فكان الحل بالهدف الأول. طبعا لا ننسى دور غريزمان في المباراة. باستثناء جولة الأمس التاسعة، ثمان جولات سابقة كثير ما وجه انتقاد لكومان
من وجهة نظرنا طبعا كومان مدرب هولندي لا يختلف عن مواطني سواء كرويف أو ريكارد. سبق أن كرويف تولى مهمة تدريب بمطلع التسعينات برشلونة، أيضا النتائج في البداية ما كانت بالصورة المطلوبة، كانت مخيبة، وبالنهاية حقق الهولندي كرويف بطولة الليغا. كذلك ريكارد، لا الحال ينطبق على ريكارد. الآن كومان نفس الطريقة في أول 10 مباريات، أنا أعتقد ما يصير ما نترك الحكم على المدرب السابق لأوانا نحكم على المدرب. نعم. وأنا أعتقد أن كومان نسخة طبق الأصل لمواطني ريكارد وكرويف، وبالتأكيد أنا أعتقد أن بالتأكيد برشلونة سيتطور إلى الأفضل. نكمل معك في أخبارنا العالمية ونذهب إلى إيطاليا وتحديدا مع صحيفة سبورت، والتي عنونت أرزونيري يعاد رقمه القياسي. حقق ميلان فوزا ثمينا على ضيفي فيورنتينا 2-0 في ملعب سان سيرو ضمن مباريات الجولة التاسعة من منافسات الكالتشو، وسجل هدفي ميلان كل من رومانيولي وفرانكيسي من ركلة جزاء. وبحسب شبكة أوبتا الإحصائيات، فإن روزينيري عاد لرقمه القياسي بالتسجيل في 29 مباراة متتالية بالدوري الإيطالي، وسبق أن حقق ميلان ذلك الرقم في الفترة ما بين عام 1972 وحتى عام 1973. وما زلنا مستمرين معكم مشاهدينا في أجواء الصحف العالمية، وهذه المرة مع الدوري الإيطالي والكالتشو الإيطالي، وتحديدا مع ميلان، مع الأستاذ ناصر الفضلي الإعلام الرياضي. أستاذي، حديث الإعلام الرياضي بشكل عام عن ميلان وميلان المختلف سواء مع نهاية الجولات السابقة أو الجولات من الموسم الماضي والموسم الحالي، رأيك هذه الأسباب أو هذه المباريات الجميلة اللي قاعد يقدمها ميلان، على الرغم من أن الكثير كان وده بأن ميلان يفكر في اليوروبا ليج مو حتى الدوري الأبطال. طبعا فوز مهم على فيورنتينا بغياب إبراهيموفيتش المهاجم والنجم الدولي العربي الجزائري سلمان بن ناصر، سليمان بن ناصر، لاعبين ممتازين ولهم وزنهم في تشكيلة بيولي. أنا أعتقد أن في مقولة شهيرة لمورينيو لما كان في الليغا الإسبانية، قال هناك عائلتان في برشلونة، عائلة في إسبانيا عفوا، عائلة ريال مدريد وعائلة برشلونة. قصد مورينيو أن الجو، أجواء الفريق، التجانس، روح اللاعبين، أنا أعتقد هذه الأمور في مانشستر في الإي سي ميلان ارتفعت مع بيولي، بعد أنا ذكرت في الحلقة السابقة بعد قرار الإدارة عدم انتداب جهاز فني ألماني لقيادة الفريق. أنا أعتقد هذا عطى دافع قوي للمدرب في أنه ينهض بالفريق. يعني الفوز على فيورنتينا وضع الميلان بفارق 5 نقاط أمام إنتر وساسولو، وكذلك أمام اليوفي ونابولي ب17 نقطة. الميلان في القمة، مستوى ممتاز. لا ننسى الأدوار الكبيرة اللي حكان أوغلو لاعب التركي ممتاز في عملية كمفتاح لعب، أيضا الإضافة الكبيرة ثيو الفرنسي كظهير شمال، لاعب يؤدي أدوار دفاعية جدا ممتاز. وفي الشق الهجومي لا يقل عن الأدوار الدفاعية، تسبب في ركلة جزاء في الشوط الأول كان ممكن تنهي المباراة بثلاثية أهداف كيسيل. الصراحة نانيلي لاعب كان بديل بن ناصر أمس أدى أدوار جدا ممتازة. الأدوار الهجومية من الوسط فعالة سواء كيسي أو نانيلي، الميلان أنا أتوقع أنه راح يكون في القمة وصعب أنه يتنازل عنها. مع تراجع إنتر ميلان تحديدا ويوفنتوس، الكثير تحدث عن هذه الآن هذه الأوقات أو هذه الأيام هي فرصة ميلان للذهاب بعيدا في قمة الدوري الإيطالي، رأيك في هذا الرأي؟ طبعا هناك أخوي عبدالعزيز، هناك متغيرات قد تحدث. طبعا نعم. إحنا الآن في ظرف استثنائي، نعم. مباريات كل 3 أيام الفريق يلعب مباراة. صحيح. دور المدربين حاليا في كل الأندية الأوروبية خصوصا اللي تنافس على البطولات هو حماية اللاعبين من الإصابات. شاهدنا ريال مدريد عنده 6-7 إصابات، برشلونة بدأ 3-4 إصابات. نعم. في أندية ضغط المباريات تلعب كل 3 أيام، في الفيفا دي، في دوري الأمم الأوروبية اللي انتهى الأدوار الدور المجموعات. في تصفيات كأس أوروبا في انتهت، في عندك ممكن تصفيات كأس العالم تبلش، أنت عندك بطولات محلية كؤوس، وعندك أيضا البطولة المحلية اللي هي الدوري. صحيح. فأنت معرض أن لفقدان لاعبين خصوصا إذا كانت الإصابة طويلة وأسماء كبيرة، وبالتالي كل مدرب عليه تقع مسؤولية، وهذا أنا أعتقد في مخيلة جميع
المدربين انه يكون عنده حمايه اللاعب. لذلك نشاهد تدوير، نشاهد اراحه بعض اللاعبين الاساسيين، اشراك لاعبين ممكن يحصلون على نتيجه المباراه في مقابل انك محافظ على لاعب لاعبين اساسيين في التشكيله. بشكل سريع اخوي ناصر، رايك في بعض الاراء اللي تقول ودنا نشوف ميلان يخسر على اساس علشان نشوف المباراه اللي بعده كيف يعود او كيف يقدم هذه المباراه، رايك في هذا الامر؟ طبعا هو طبعا الميلان انتصارات متتاليه، الميلان صعب يخسر وما في احد يتمنى الخساره. انت كمنافس تتمنى خساره، هذا شيء ثاني، لكن هو كفريق انا اعتقد الميلان صعب انه في الفتره الحاليه صعب يخسر. نفس الحاله بالنسبه لمانشستر يونايتد. الفريقين في طلوع، في استقرار، في نشوات انتصارات، في حماس، في رغبه في مواصله الانتصارات والسيطره. نكمل معاك أخبارنا العالمية وآخر أخبارنا العالمية مشاهدينا من صحيفة كوريري والتي عنونت إنسيني يقتحم قائمة عظماء نابولي. سجل لورينزو إنسيني نجم نابولي اسمه في قائمة الهدافين التاريخيين لفريقه في بطولة الدوري الإيطالي، وحقق نابولي فوزا عريضا برباعية نظيفة على ضيفه روما ضمن منافسات الجولة التاسعة من الكالتشو. ونجح لورينزو إنسيني في تسجيل هدف بالتقدم لسماوي في الدقيقة 31 من عمر اللقاء. وبحسب شبكة أوبتا للأرقام فقد عادل إنسيني رقم لويس فينيسيو في المركز العاشر بقائمة الهدافين لفريق نابولي في الدوري الإيطالي برصيد 69 هدفا، واحتل نابولي المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة في الدوري الإيطالي برصيد 17 نقطة. ظل معكم مشاهدين في أجواء الصحف العالمية. أستاذي إنسيني نجم ولكن مهضوم إعلاميا، رأيك في هذه المقولة؟ طبعا كثير من النجوم اللي مهضوم حقهم إعلاميا في 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 زمن ميسي وكريستيانو رونالدو. إنسيني من اللاعبين الممتازين، لاعب أمس افتتح التسجيل لفريقه بطريقة مارادونية، يعني مباراة أمس كان فيها تأمين لشبه تأمين للراحل مارادونا، أسطورة نابولي ومنتخب الأرجنتين. الأهداف في ثلاث أهداف صراحة أنا بالمتابعة للمباراة يعني تذكرت فيها مارادونا. الهدف الأول كان من إنسيني اللي هو من ركلة حرة، مارادونا كثيرا ما سجل من ركلة حرة. هدف ريوز كان على خطوط منطقة 18، كثيرا تابعنا مارادونا يسجل بالغرب من خط 18 ومن داخل منطقة 18. هدف بوليتانو كان مارادوني أيضا في النطاف ثلاثة أو أربع مدافعين وتجاوز الحارس ووضع الكرة في الشباك. أمس فوز مستحق لنابولي، لكن أنا أشوف أن نابولي مع غودوزو أمس كان في عنده المبادرة الهجومية، يعني لعيبة الوسط اللي كان مثلا رويز وزيلينسكي ودييغو كان ثلاث لاعبين نزعة هجومية إضافة إلى ميرتينز ولوزانو وإنسيني، عكس روما اللي لعب بالغ بالدفاع بخمس مدافعين وأربع لاعبين ولاعبين وسط، يعني 5-3-2 كانت، فبالغ في الدفاع وبالتالي افتقد إلى الرغبة والمبادرة الهجومية، عكس نابولي اللي كانت عند الرغبة والمبادرة الهجومية من الوسط والمهاجمين واللي فيها تمكن من إحراز أربعة أهداف. وأشوف أن الأجمل والتكريم الأحلى كان لمارادونا هو تسمية الملعب باسم مارادونا. فوق يعني في أساطير كثار في كرة القدم، مارادونا فوق هالأساطير هذول. كل الشكر للأستاذ ناصر الفضلي العلامة الرياضي، وشكر لك أستاذي شرفني وسعتني في حلقة اليوم. العفو، شكرا لكم، ما قصرت يا أخوي عبد العزيز. شكرا لك أستاذي، شكرا لك، وشكرا لكم موصول مشاهدينا على حسن المتابعة. كان هذا كل شيء في حلقة اليوم ما بين السطور وآخر الأخبار الرياضية في مختلف الصحف المحلية عربية وكذلك عالمية. على أمل أن نلقاكم إن شاء الله في حلقة الغد مع آخر وأجد الأخبار الرياضية. إلى ذلك الحين طبتم وإلى اللقاء.